اي مسوك كويس. خليني اشوفك ما شاء الله ما شاء الله، هواية فرق. الحمد لله هواية فرق الحمد لله رب العالمين. وهسه جاي اكثر ان شاء الله حبيبتي. شوفي انا شنو جبت، هذا التغيير اللي هسه انا دا اشوفه هذا بس احنا نشوفه، الجمهور راح يبقون ينتظرون ويتابعون. احنا شنو فكرنا فكره شنو نسوي؟ هذا حيصير كلش مشهور. هذا راح نخبي هذه التغييرات عن الناس شويه شويه الى حد مصير الحلقه الاخيره ان شاء الله. مريم ترجع على جمالها حبيبتي. يلا انا كلش مشتاقه. هذا الي بعد، هذا الي. ثمة مشكلة في سحب الدم من الوريد، هناك صعوبات يمكن تلافيها بسحب الدم من الذراع الأخرى. صراخها مسموع لكنها سوف تهدأ حتماً. أخذي نفس طويل، أخذي نفس طويل، أخذي نفس طويل. لابد من تقديم الشكر للطبيب المختص على جميع ما تقدم من إجراءات. Thank you for your do with this Mariam. شكرا لك. احنا حسينا بالفرق كثير، انه اول ما شاهدناها حسينا اكو شغلات بنائها صار افضل كثير. لقد تحققت اصداء طيبه لكل ما تقدم عرضه. وبهذا عندما نرى حالة مريم فإن النقاط الثلاثة في مراحلها المتقدمة، وهنا علينا الاهتمام بالتشوهات المرئية بالعين كذلك التي تقلص حركة الأعضاء ووظائفها، أي أن الوجه والشعر والأيدي هي الأهم، والحروق في المناطق الأخرى من الجسم يمكن معالجتها بسهولة أكثر. عموماً الحروق التي في حالة مريم قد تأخذ 7 أو 8 سنوات للوصول إلى النتيجة المطلوبة. بعض العمليات ستكون كبيرة لتكوين البنية التحتية، وبعضها تكون صغيرة كعمل رتوش بسيطة. لذا فإن حالة مريم ستستمر لفترة طويلة. Bu şekilde uzun süreceğini düşünüyorum.